تذكر هناك قصة لأحد السلف. أحد السلف كان يمر يمشي، نعم كان يمشي وهو في حالة من الجوع والعطش والظمأ، فمر بمزرعة وجد يعني فيها الثمار والماء، فأكل من الثمار وشرب من الماء ثم انصرف. ثم بعد ذلك قام يؤنبه ضميره لأن أكل مالا أو أكل يعني من مال غيره أو من ملك غيره، تلك الثمار وذلك الماء ليس له، ولابد أن يعني أن يستأذن من صاحب هذه المزرعة حتى تحل لقمته، حتى يحل لقمته. فبعد يعني أن أنبه ضميره وتذكر أن لابد أن يحل لقمته، رجع إلى صاحب هذه المزرعة وسأل عنه، ثم بعد ذلك ذهب وطرق على الباب. فلما خرج صاحب هذه المزرعة أخبره هذا الرجل بالأمر أنه أكل من ثماره أو من ثمار مزرعته وشرب من الماء، وقال وأرجو أن يعني أن تحلل لي لقمتي. فقال له سأسامحك وأتجاوز عن هذا الأمر شريطة أن تتزوج ابنتي. قال هذا هو الشرط، شريطة أن تتزوج ابنتي. وابنتي صماء لا تسمع، أو هي صماء، وابنتي عمياء وبكماء أو لا تتكلم، هذا هو الشرط حتى أسامحك. فهذا الرجل يعني بقي في صراع كثير، ويعني يفكر في هذا الأمر ومآلاته والمستقبل. فقال لابد، ما شحيلة إلا أقبل بهذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة، ربما هذا الأمر كان حسرة عليه وبالا، وكما تعلمون أن القليل من أموال الناس يورث النار، أمر يعني ليس بالهين. ففكر وقدر وقبل الأمر على مضض وعلى مضض على مضض قبل الأمر على مضض. ولما كان في ليلة الدخلة يوم الزفاف دخل عليها فقالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أنت تتكلمين؟ قالت نعم. قال وتسمعين؟ قالت نعم. وتبصرين؟ قالت نعم. قالت لم يخطئ أبي حينما ساقك إلي، أو حينما ساقني إليك، لأنه دليل على تقواك وإيمانك واحتسابك عند الله عز وجل وصلاحك واستقامتك، هذا دليل. ولذلك فرحت بالأمر، بالله عليكم هذا الإنسان كان في بادئ الأمر كان يعلم أنها هذه تكون العاقبة والمآل؟ لا يدري هذا الأمر، لكن هذه كانت العاقبة. فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.